شارلي هاولونغ توصلنا حتى 28 دقيقة تسويت دونك الإدارة في خدمة المواطن مع مراسلنا فوزي بن إبراهيم من نابل. الإدارة في خدمة المواطن. مكتب التشغيل المستقل، مرحبا بك عم فوزي بن إبراهيم، كيما كل نهار اثنين. مرحبا سيدي. صباح النور أمين، صباح النور جيهان، صباح النور كل مستمعي راديو مات. احنا ديما اسمع بالله جيهان التو ما استنيتوش بشيء. جيهان باهي سيدي باهي. أسمع الكل سواسي شيمة، الكل زملاء زميلاتنا كل زميلات نحبهم ونعزهم ونقدرهم كل. قلنا اليوم أمين في إدارة التكوين والتشغيل والعمل المستقل بنابل. أمين ما تعرف توا فما تقريبا سياحة واعدة في ولاية نابل، حبينا قلنا نمشيو للإدارة نشوفوا فماش الديزوفر الوتلة قاعدة تحب تقبل الخدامة ولا، وفماشي خدام الناس اللي تبكي وتقول ما فماش خدم، حبينا نشوفوهم قاعدين يجيوا يحبوا يخدموا الوتلة في البريود هذه ولا لا. معنا سي محمد السمين رئيس المكتب باش يعطينا بعض التفاصيل، وانت تفضل أمين تجرب تتدخل انت معه قبل ما يقدم روحه سي محمد. سي محمد السمين صباح النور سيدي. صباح النور، مرحبا بك مين، مرحبا براديو مات. ربي فضلك نهارك زين، شكرا على حسن الاستقبال. نمشي مباشرة للموضوع، فما دي زوفر دومبلوا اليوم في نابل، خلينا نبدأ بقطاع السياحة وبعد نمشيو إذا فما دي زوفر في السبيسياليتي الأخرين. طبعا احنا في بداية موسم سياحي إن شاء الله يكون واعد. نحن في مكتب تشغيل والعمل المستقل بنابل تم تسجيل قرابة 25 عرض شغل في اختصاصات مختلفة، أهمهم هو لي سيرفور لي كاسي لي كومي دو بار لي كومي دو ريستوران لي فام دو فالي لي فام دو شامبر. في الاختصاصات هذه موزعين في الواحد الفندقية اللي بين مرازقة ونابل، معناها خاطر نحن التريتوار نتاعنا هذا. دونك موجودة هذه فما طالبين، هذا من ديزافر مسجلين عندنا في المنظومة المعلوماتية، وحتى اللي يدخل على المنظومة يلقاهم ولا ومعلقين عندنا في فضاء الخدمات الحرة. ومرحبا بالأخيال الكليك وبطالبي الشغل، لأنه ديما الاختصاصات هذه فما نقص كبير لسد الشغورات هذه خاصة يد العاملة المختصة. بالضبط يد العاملة المختصة نقص شوية. فما ناس قاعدة تتقدم معناتها وتستجيب معاكم وإلا عندكم مشكلة؟ من خدمتنا واجبنا نعملوا عملية انتقام من منظمة المعلومات تاعنا ونوجه لهم الدعوة. لا حبيت أقول سامحني سي محمد، بعد إذنك سي محمد، حبيت أقول معناها فما أقبال، معناها قاعدة العباد تجي وتحط في مطالبها وإلا تلقاو مشكلة ديما في اليد العاملة المختصة في الانتيغراسيون في وسط الشغورات هذه. بالضبط يا أمين، المشكلة في اليد العاملة المختصة، بالطبيعة العباد قاعدة تجي، ولكن انت اليد العاملة المختصة ما تبقاش قاعدة جنرالمون وما تجيش لمكتب التشغيل اوتوماتيكمون، تلقاها في بلاسي في البلاصة نتاعها وتخدم على روحها وكل شيء. وعلى هيك احنا كيما نقولوا سامحني بالبركة سي، معناها اللي ناقصين دي كاليفيكاسيون ويحبوا باش يلوجوا في خدمة يسهلك، فماشي عساس فماشي حوايج كيما هكا جاردينيه حاجه كيما هكا، معناها قاعده مكتب التشغيل كونش في حاجات كيف ما هكا، معناها نقوموا احنا باللازم في الاختصاصات الاخرى، نحاولوا باش نستدعاو باش نوجهوهم ونعملهم حصص الاعلام ونحاولوا باش نسدوا العروض هذيا ونحلوها مع البسان حتى من جهات اخرى اليد العامله المتنقله بين الجهات ويدخلوا في المكاتب الاقدين ونحاولوا باش نسدوا الشغورات هذيا. سي محمد احنا على المباشر، احنا واحنا تو في المباشر مش نقترح عليك اقتراح أوكا هذايا الامبروفيست، شقول لك معناتها إذا فما كل صباح تو نكلموا بعضنا كل صباح، وإذا فما أوفر دومبلوا كل صباح تو نعملوا مع بعضنا نعملوا أبيل ونعملوا نداء للناس وللمواطنين اللي يحب يخدم، راهو عندنا في النقاط الفلانية رانا حشتنا بشغلات الفلانية، شقول لك؟ نشوفوا ننسقوا مع بعضنا ما فماش حتى مشكلة، نشوفوا ننسقوا في الطريقة كيفاش نعملوا العملية هذه ونفيو بالأمور هذه. أمين ندخل تدخل صغير، أمين نرى فما عزوف كبير من الشباب اللي ما يحبش يمشي للمراكز التكوين
في نابل ولا في جروب هالي ولا في اي بلاصه اللي هما التكوين في خاصه اختصاصات نتاع السياحه تويكا. فما معنا مدارس تعرف فما مدارس وفما مدرسه في سيدي عاشور تكون الشباب في الباتيسوري وفي الكوجينه في برشا حاجات، لكن فما عزوف بالشباب يقول لك انا باش نمشي نخدم توا نمشي نعمل باتيسوري انا باش نمشي نعمل كوجيني. معناها هذه المشكله اللي فاش علاش توا كتحس فما يد عامله قاعده تنقص في البلومبري ناقصه في الالكتريستي بدات تنقص باتيمون بدات تنقص معناها عزوف كبير برشا برشا من الشباب. وهذا معناها هذا هو اللي يخليهم هما ساعه في احراج هنا في الاداره اللي كما كان يحكي لك يا يحب اطار وظيفه في اداره ولا حاجه والا كما قال لك الناس الزواج والمساكن اللي تجري وراء الخبزه بالحق يجي يحب على عساس يحب على جرديه كل حد يجري وراء الخبزه الناس. ولكن فما اللي يخدم هكا فما اللي خدمته هكا على كل هي الاختصاص اللي هو مشكله كبيره اليوم في تونس وخاصه فما نلقاو انه اسواق خارجيه اللي قاعده تطلب في اليد العامله المختصه في تونس. هذاك علاش راهو اللي يعمل فورماسيون تاك تاك يمشي راهو موجود الكونترا نتاعو يستنى لبرا في الخليج في اوروبا اللي طالبه في كندا تقريبا اولادنا اللي قاعدين هكا كانوا خارجين. امين سامحني ساعه فوزي صباح الخير. صباح الخير اخويا منذر مرحبا بك. يومك سعيد. شنو احوالك امورك هانيه صاحبي؟ لا لا انا الحقيقه ثم ظاهره فوزي وانت برك الله عليك في الميدان تلاحظها برشا انه احنا برشا شباب وكل شيء ما برشا خدمه تونس ما عادش يخدموها. انا اللحظه الكبيره اللي لاحظها انه يخدموا فيها افارقه. بالضبط لحتى انت فوزي ولا ما نعرفش ريت احنا في تون ما عندها في انت نزلت على وتر باهي. انا نقول لك حاجه بسيطه ياسر سامحني فوزي قصدي البارح والله صدقني في حي شعبي في تونس العاصمه حي شعبي مشيت باش نشرب قهوه حي شعبي جدا جدا معناتها نلقى الخدامه بنيه ووليد من البشره السوداء افارقه. البنيه قعدت نحكي معها شويه وكل شيء معناتها تخدم وكل شيء وبينما اكيد انه الشباب التونسي يعزف وسامحني في الكلمه يعافها ويتكبر عليها سامح يتكبر. قلناها مع بعضنا انا وزي امين هو صحيح وانا ناكد كلامك تاع منذر بالضبط كما كنت تحكي في نابل تو مثلا تلقى تيزيتيديون يكملوا قرايتهم طول يمشيوا يبداوا يجروا في جره الخدمه في سواني باش يجمعوا الطماطم والفلفل في اي بلاصه كانت المفيد فك الصيف هذاك ما يقعدش هو مرتاح تيزيتيديون راهو يجي من برا يا فوزي يروح للبلاد ولكن يقعد لهنا باش يخدم. شو نقول لك؟ تيزيتيديون تاعنا كي تجي تقول له اجمع الفلفل ولا الطماطم يقول لك يا فوزي راهي تغيرت الحكايه. انا نعطيك حاجه بسيطه ياسر انا نحكيك انطلق من المثال نتاعي انا مني نقرا سنة رابعة ثانوي في الصيف كل صيف يلزمني نخدم بحذانا احنا كنا نسكنوا في فشان دارنا قبل بحذانا سواني نتاع نب ونتاع الفلاحة كي جاني العنب خاصة خوك يعدي شهرين ومينيموم جويلي اوت فك خعر القايلة نخدم وندبر فلوس وندخل نخدم في نقربة من سنة رابعة وكانت موجودة العقلية دي. معناتها للأسف الشديد هو حتى العائلات سامحني هنا بربي أمين العائلات تحملوا مسؤولية أولادها تعرف أم تقوم الصباح الخمسة بتاع الصباح تمشي تخدم معناتها أخدام شاقة وتروح باش تعطي 5000 حق باك ودخان لولدها يضرب في النوم تبارك الله عليه بدنه كان يدز الحيط يكسره. هو العيب زاد مش في حتى في الولايات في أمه اللي تعطي فيه فلوس ما تعطيهوش. على كل هذايا تو نتابعوا الملف هذايا وتو نعملوا برنامج مع بعضنا سي محمد ياسمين بارك الله فيك على تدخلك معنا شكرا لك عم فوزي. بعد الفاصل نرجع لك عن فوزي تو نرجع لك بعد الفاصل عن بيوب وبعد فلاش انفوت خفيك وتو نرجع لك اقعد معنا ما تعلقش.